أن النتائج المعلنة عنها على صعيد مكاتب التصويت تبين أن نسبة المشاركة خلال الاقتراع 7 أكتوبر بلغت تقريبا 43%، بمشاركة 6,750,000 ناخب وناخبة. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية وعددها 92 كما تعلمون على النتائج المؤقتة التالية. لما أقول مؤقتة أي بعد فرز تقريبا أكثر من 90% من الأصوات. النتائج هي كما يلي: في المقدمة العدالة والتنمية ب 99 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب 80 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب 31 مقعدا، حزب التجمع الوطني الأحرار 30 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 21 مقعدا، الاتحاد الدستوري 16 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14 مقعدا، حزب التقدم الاشتراكية 7 مقاعد، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد، فيدرالية اليسار الديمقراطي مقعدين، باقي الأحزاب مقعدين. أما النتائج بالنسبة للدائرة الوطنية فمازال ما توصلناش بالنتائج النهائية ديالها، وسنعلن عليها إن شاء الله.